نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من خلال بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد. هذا وذكر المركز أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على أنه سيتم بدء الدراسة بالمدارس الحكومية كافة على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر القادم.